أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة. وخلال اجتماع لمتابعة توفير الخدمات المختلفة بمشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وجه مدبولي بسرعة تسليم الوحدات السكنية لوزارة التضامن الاجتماعي لتأثيثها وتزويدها بالأجهزة الكهربائية.